ومن نيويورك ينضم إلينا المحلل السياسي والصحفي المعتمد لدى الأمم المتحدة أحمد فتحي. أحمد، مجلس الأمن لم يتوصل إلى قرار، ما هي الخطوات المقبلة المرتقبة، ولا سيما أنها ستصطدم مرة جديدة بالفيتو الروسي الصيني، ولا سيما أيضا مع تصعيد روسيا اللهجة؟ من الواضح أن مهمة السيد كوفي عنان المبعوث الأممي المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد فشلت، ولم يكن لخطة عنان التي تتكون من 6 نقاط فرصة لتحقيق أي تقدم على الأرض، لأنها كانت تعتمد على مبدأ أن يخرج الجميع منتصرين، win-win situation. يجب إعادة تعريف مهمة جديدة للسيد عنان بهدف إخراج النظام السوري إلى الأبد. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وحلفائها من الدول العربية أن يشكلوا أيضا تحالف لفرض عقوبات من جانبهم على سوريا، وينضم إليهم أعضاء الناتو بهدف إحداث تغير على الأرض. هذه بعض من السيناريوهات المطروحة لدى متخذي القرار في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط لتدارسها. وعلى الجانب الشعبي يوجد أيضا فرص للقيام بمقاطعة للبضائع الصينية، كما حدث في إبان غزو العراق في 2003. فالحلول موجودة كثيرة، ولكن الموقف الفيتو الروسي والصيني اتخذ استباقا إلى أن يؤخذ عليه أنه يؤصل إلى سابقة يمكن استخدامها فيما بعد تجاه هاتين الدولتين. روسيا لديها مشاكل داخلية، والصين بالرغم من أدائها الاقتصادي المبهر فهي تعاني على جانب الحريات معاناة كبيرة، والوضع في الصين إن آجلا أم عاجلا ستطور. أحمد فتحي المحلل السياسي والصحفي المعتمد لدى الأمم المتحدة، شكرا لك.